هلا في عنا الرز نبدأ نعمل الحشوة يلا. ناخذ اللحمة المفرومة خشنة مفرومة ناعمة خشنة زي ما بيحبوا زي ما بحب كل شخص. انت ايش بتفضلي؟ انا بفضل طبعا الخشنة. اوكي خشنة عشان تكون مبينة بعد الطبيخ. نعم ناخذ مقدار الزيت ملح معلقة من الملح حتى الملح يعني برضو حسب الرغبة. تمام معلقة من البهار السادة معلقة من الفلفل الأسود هيك بهاراتنا وتوابلنا وزيتنا وكل شيء صار جاهز. هلا بنخلط حشوتنا. أوكي ورجينا كيف طريقة أتعلمها بصراحة. يلا ست الكل سلام بعدين كل ورقة بيدها طلع الحب هاي الورقة اللطيفة كنها على الميزان. سلام هي لازم يكون الزيت حامي شوي نعطيها الريش الصدمة. حلو أكيد بنحط عليها مرقة الدجاج. أيوة بسم الله ننتقل بس فوق. يلا تتقيلة يا عيني. طيب بعدين قديه بنحطها على الغاز من ساعتين ونص لثلاثة حسب كمان الطنجرة نفسها. في عندنا طنجرة كبيرة في عندنا طنجرة وسط كل طنجرة قديه بتاخذ وقت في الاستواء.